عسلامة. عسلامة. مرحبا بي. عايش. لاباس. لاباس وما بخير. الحمد لله. عرفنا عليك. محسن المداوي. متزاير. متزاير مصطيف. مرحبا بيك. جيت لتونس هذه أول مرة؟ هذه دوزيام فوا. جيت مرة وهذه مرة دوزيام. أول مرة وقتاش كانت؟ كانت اون 2016-2017 والله مش فيت مليح. وتوا في 2022. ها توا جيت بين داوي على عيني. ها لطفالك ان شاء الله لاباس. امين ان شاء الله عايش. كيفاش الاجواء؟ لاباس لاباس. اني كلش غالي. لا غاليه تونس برشا. نعملوا مقارنه بين الجزائر وتونس. حنا سواردنا سما سبع خطرات سواردكم سما جينا غاليه شوي. اول مره كي جيت سياحه والا زاد؟ الاولى سياحه. جيت مع اجونس تسمى فلوتيل و بونسيون كومبليت. هذه خطرات تسمى جيت بين داوي طول. ماكش باش تبقى تو؟ انا ماكش باش تبقى. روح قداش نروح ان شاء الله؟ ان سومين. ما درتش ما حوستش؟ خفيف هاني نحوس الان خفيف. بس في الشارع الحبيب بورقيب. انا ني نسكن دركا في العوينه. في العوينه وجينا تسمى لان الهاوس رول السويقه. شنو هي الفرق ما بين الجايه الاولى والجايه الثانيه في تونس؟ نقصد الفرق. الجايه الاولى ما خرجش بزاف تما بقيت في اللوتيل وملي ديونا تاع باطو بيرات وقرطاج لاند وهذه تما شغل جو سوي ليبر نروح وين نحب. الجايه الاولى تحس روحك مقيد يعني نوعا ما. اي شيء في اللوتيل ومش كيما درك خير. جاية هذه صاي معناها باش تروح سي بون. نروح ونولي ان شاء الله نولي بور لي كونترول لي سو. ناوي مثلا باش تجي تعدي فاكونس؟ كيف نعدي؟ فاكونس ممكن ان شاء الله. بروجرام ولا لا؟ ما نعرف على حساب سوارد و لارجون لازم يجي يسجي روحه شوي. شنو اللي يعجبك في تونس؟ في تونس الناس طيبين نحس روحي في بلادي ثانيه تسمى شغل نفس الشعب نفس البلاد عايشين نفس الحاله الجزائر وتونس هذه هي نفس الحاله؟ نفس الحاله نفس غير سوارد. صوار ثاني توم ثاني عم بالي ما كم شوي الحمد لله وخلاص. كيفاش العبيد فرحوا بيك كيف تقولهم راك تزيري؟ تاع تونس الله يبارك. حلو فرحوا بيك تقولهم تزيري؟ حلوين في المعامله تونس يشتيو تزيريه ما احنا نشتيوهم. انت علاش قررت واخترت انك تجي تداوي في تونس؟ دزوني من الجزائر دزوني لتونس. زير دزوني لتونس عند طبيب كمون. هيكل كمون ربي يذكره بالخير. عملت اوبيراسيون؟ عملت اوبيراسيون ركبت لي زانو. ركبت عين وقالت لي عين ان شاء الله. ان شاء الله لاباس مره اخرى. صاي معناها العطله انتهت. هو مش عطله انت جيت للعلاج. للعلاج سما موضوع خاص للعلاج. ما تخممش انك تجي باش تحول. ممكن ان شاء الله نولي ان شاء الله.